السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا الإصدار الثالث لبرنامج الأودن الإسلامي. طبعا شكر خاص للأستاذ علي حساني، هو صاحب الأودن الإسلامي وهو اللي مصممه. طبعا البرنامج الإصدار الثالث دوت هيبقى إصدار مدفوع. يعني إيه؟ يعني هيعوز منك اللي أنت تبعت له اليوزر وهو بيفعله لك مقابل 17 دولار. طبعا ال17 دولار ده بما فيهم اللي هو هيديك مميزات في الأودن الإسلامي غير الإصدار اللي قبل كده، غير كمان لو في تحديثات تانية هتبقى تحديث مجاني، يعني مش هتدفع فلوس تاني. تمام. وكمان في مميزات مختلفة عن أي دونجل، يعني ضاف لك مميزات زي فك حماية الـ FRB لأجهزة السبريد وكمان أجهزة الأوبو وأجهزة تانية كتير، وده اللي هنشوفه في الشرح دلوقتي والمميزات الأودن الإسلامي. طبعا الفكرة اللي هو عمله كمان مدفوع، الفكرة اللي هو عايز يطور من البرنامج للأفضل، يعني الفلوس الرمزية ديت بمقابل الفلوس الرمزية دي هيبدأ يعمل تطوير للبرنامج الأودن الإسلامي للأفضل. يعني هتلاقي مثلا في تحديث قادم هتلاقي مثلا في حاجات موجودة غير، يعني مش هتلاقي موجودة في أي دونجل تاني زي الفكرة دي كده بالظبط. فقبل ما نبدأ الشرح، طبعا النهاردة احنا معانا التفعيل، يعني هو فعل البرنامج. تمام. وهنشوف الملفات اللي هنحملها ايه، وده اللي هنشوفه في الشرح دلوقتي. بس اللي انا عايزه منك، لو انت اول مرة تخش القناة ما تنساش تتأكد من اشتراكك في ال3 قنوات، تضغط على اول قناة كده تمام، وتفعل الجرس على الكل تمام، وعلى القناة التانية نفس الكلام كده وتفعل الجرس على الكل اهو، والتالتة. طبعا ال3 قنوات دول برفع عليهم فيديوهات، فالناس ما تفتكرش انا برفع على القناة دي بس، لا برفع على الثلاثة، يعني اتبع ال3 قنوات تمام. بس انا مميز ال3 قنوات، يعني دي ادوات مجانية، دي حماية FRB ودي بتكمل لدي يعني تمام. طبعا روابط التحميل روابط مباشر اهو على ميديا فاير او على ميجا. بس اثناء فك الملف المضغوط هيحتاج ان انت تتواصل مع علي حساني عشان يفعل لك يفك لك الملف المضغوط بالباسورد اللي هو عارفه تمام. الباسورد ده بتغير كل فترة عشان تبقوا عارفين. بيفك لك الملف المضغوط وبعد كده بيفعل لك اليوزر تمام، ويشغل لك البرنامج مقابل 17 دولار. طبعا روابط التواصل هسيبها لك تحت الفيديو. طبعا البرنامج يحق، يعني يستحق الشراء. طبعا ده اللي هتشوفه في الشرح، ان كان عجبك البرنامج هتتواصل مع علي حسان وهيفعلك. طبعا انا بالنسبه لنا البرنامج ممتاز ممتاز ممتاز. طبعا هتخش على مكان التنزيل بتاعك هيبقى بالشكل ده، هتفك الملف المضغوط تمام، هيطلب منك باسورد. طبعا انا فكيت الباسورد تمام، واداني التفعيل بتاع الجهاز بتاعي. طبعا كل جهاز كمبيوتر وليه تفعيل. طبعا التفعيل ده بتستخدمه اول مره بس، وبعد كده لو نزلت ويندوز جديد بتضيف التفعيل تاني عادي تمام، يعني مش هيطلبوا كل مرة تكتب اليوز الاي دي. بعد كده بنخش على الاودن الاسلامي، هينزل لك برنامج نوت فريم وير لو عايز تثبته، لو ظهر لك اخطاء يا اما بتنزل اخر اصدار من موقع نوت فريم وير اصدار الرابع 4.5 4.8 تمام. هنبدأ ننقله على سطح المكتب، لازم تنقل على سطح المكتب كده تمام، وبعد كده تبدأ تشغله كمسؤول اهو، يعني هيشتغل كمسؤول ويفتح معاك. بس طبعا لازم تبقى انت مثبت برنامج نوت فريم وير اصدار 4.8 علشان ما يظهرش اخطاء اثناء تشغيل الاودن الاسلام، يعني ما يظهرلكش خطأ اللي انت ايه خطأ اللي احنا كنت شرحه قبل كده، خطأ الاخطاء اللي هي بتاعت الويندوز بالذات، في ويندوز 7 بالذات، ويندوز 10 ممكن ما يظهرش اخطاء عشان في تحديثات مستمرة، فمش هيظهر لك اخطاء على طول. طبعا عشان انا فاتح برنامج بصور بيه فالجهاز تقيل شوية معايا، فهنستنى لما يفتح معانا البرنامج تمام. طبعا فتح معانا تحت اهو، هيبقى بالشكل ده كده، يعني هيبقى اول ما تضغط عليه هيبدأ بالشكل ده، بس هيفتح معاك بسرعة عشان انا بس بسجل بيبقى فيه حمل على الجهاز، يعني البرنامج اللي بسجل بيه على سطح المكتب بيتقل الجهاز شوية أثناء فتح البرامج. أنت تبعت له اليوزر ده، تاخده كوبي كده أو هو هياخده لك كوبي، لو دخل عندك تيم فيور هو اللي هيفعله لك، ياخده كوبي وبعد كده يبدأ يفعله من عنده ويضيف لك الباسورد هنا.
طبعا لكل جهاز وليه باسورد زي ما انا قلت. انا اخش على مكان التنزيل بتاعي واشوف الباسورد بتاعي اهو، ده الباسورد بتاعي اهو، باسورد التفعيل يعني اهو، خدوا بالكو اوتوماتيك اول لما اضيفته فتح معايا على طول. يعني لو انا كنسلته كده وفتحته تاني هو المفروض ما يطلبش مني تفعيل. يطلب مني امتى؟ لو انا نزلت ويندوز جديد، يعني اول لما تيجي تنزل ويندوز جديد هيطلب منك ان انت تضيف الباسورد تاني، تمام. بس في اثناء فك الملف المضغوط هتحتاج على حسان يفك لك الملف المضغوط باليوزر الباسورد اللي معاه، وكمان هيفعل لك زي ما انا بعت له اليوزر كده وهو فعله لي بالباسورد. فتح معانا تحت اهو، هيبقى بالشكل ده كده. طبعا عمل لك تصميم فيه تمام زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا كنت شرحه قبل كده المزايا بتاعته، بس الاصدار المجاني اول قائمة زي ما انتم شايفين كده اهو. هنا ده تقريبا زي الوان هو عاملها لك، يعني سمزات كده بغير شكل الواجهة بتاعة الاوضه الاسلامي. لو انت عايز ده عايز ده، طبعا يفضل لو لون اسمر او الوضع الطبيعي بتاع الاوضه الاسلامي عشان يبقى الكلام واضح. الملفات دي ملفات بتتفك عن طريق وضع الداون مود، وضع السوفت وير عامه. تختار هنا الملف اللي انت عايزه وتبدأ تختاره كده بالشكل ده كده، تمام. بيظهر لك في الخانة دي كده، بيظهر لك في الخانة دي كده. بتدخل الجهاز في وضع الداون مود وتعلم علامة الصح كده وتبدأ تضغط ستارت، يفك لك حماية الاف ار بي، يفك لك حماية الاف ار بي بضغط الزر واحد من الأجهزة المتوفرة هنا، تمام. بعد كده القايمة اللي بعد كده البي اي تي. البي اي تي ده زي اللي بيقسم لك اللي بيقسم لك الذاكرة، يعني احيانا ممكن تحتاجه في فلاشة 5 ملفات. يعني الجهاز مثلا واقف على الافتتاحية ممكن تديله 5 ملفات تلاقي الجهاز نطق واشتغل معاك. واحيانا الجهاز بيبقى واخد سوفت وير غلط واقف على رسمة كمبيوتر كده تمام وعلامة تعجب، بتديله الملف ده يبدأ يشتغل تاني. نفس فكرة البي اي تي كده، لما بتضغط على ضغطة زر واحدة في زد 3 اكس او اداة حلبتك تمام بضغط الزر بيحل لك المشكلة دي برضه. الملفات اللي بعد كده ملفات الادي بي. ايه ملفات الادي بي دي؟ ولازم تتاكد من حمايه الجهاز، يعني تخش على الريكفري بتاع الهاتف وتتاكد من حمايه الجهاز. يو 1 يعني حمايه 1، يو 2 يبقى حمايه 2 كده، يعني اس 2 يعني حمايه 2، اس 5 حمايه 5 حمايه 5. يعني زي ما يبقى مكتوب هتلاقي الحمايه مكتوبه كده. اختار الملف ده يبدا يفعل لك الادي بي، يفعل لك خيارات المطور. الجهاز هيفتح معاك، هتوصل كابل اليو اس بي والجهاز شغال، هيجي لك رساله يقول لك سماح، هتدي لها سماح. وعلى اي اداة في وضع الادي بي تمام هيعمل لك تخطي. ما انت اديت سماح كده، انت فعلت الادي بي، تضغط هنا بقى ريسيت في ادي بي زي هنا كده تمام، يبدأ يتخطى الواجهة بتاعة الجيميل كلها اللي هو حساب جوجل تمام. دي الواجهة اللي انا بتكلم عليها، خدوا بالكو. اول واجهة اهي اللي هي 3 قوائم، الواجهة التانية اهي رقم 2 كينج روم ار ام ام، دي حمايه موجوده في السامسونج، دي بتشيلها في وضع الداون مود وضع السوفت وير برضه. تختار الجهاز برضه وتبدا تفلش الملف ده، وبرضه حمايه الام دي ام نفس الكلام برضه. السي اي ار تي دي ملفات اصلاح الشبكه، يعني تلاقي مثلا جهاز جاي لك ومش شغال شبكه او مش قابل شبكه، تدور الملف ده تمام يبدا الجهاز يشتغل معاك ويشغل لك الشبكه. القائمه الثالثه قائمه الروت، تدخل وضع الجهاز وضع الداون مود وتبدأ تختار الجهاز ده وتفلش الملف ده يعمل لك روت للجهاز. بس طبعا في أجهزة بتحتاج تفك البوت لودر، في أجهزة لازم تفك البوت لودر وتفعل الأومي، لازم تبقوا مركزين في الحتة دي. عشان تعمل روت أو تعدل النظام لازم تفعل حماية المصنع. حماية المصنع دي حساب جوجل، يعني اللي احنا بنيجي نفرمت الجهاز بيطلب مننا حساب جوجل، احنا هنلغيها بقى، يعني الجهاز كده كأنه مش عليه حساب جوجل، بنعمل ايقاف ليها او نشغلها عشان تعمل ايقاف ليها، علشان دي بيبقى حمايه للجهاز. لو انت عملت روت الجهاز هيقف على الافتتاحيه ومش هيفتح معاك ويجيب لك رساله تعجب تمام اللي فيه حصل خطا في النظام، ولازم تفلش الجهاز عشان يرجع يشتغل تاني. فتفك حمايه تفعل خيارات المطور اللي هو اس بي، وبعد كده تفعل حمايه المصنع تمام، وتبدا تفك البوت لودر للاجهزه الحديثه تمام. وبعد كده بتختار الملف ده في وضع الداون مود وتفلشه. دي ملفات ريكفري، ملفات ريكفري.
اهو عايز تفلش ملف ريكفري، هتفلش ملفات ريكفري الموجودة هنا في وضع الداون مود. تمام، يبقى التلات خانات اهو زي ما انتم شايفين هنا. ده طبعا الشريط اللي بيسحب، لما تيجي تختار اي اختيار بيبدأ يسحب كده زي شريط تحميل. هنا لو عايز تختار فلاشة زي اي بي مضغوطة ملف واحد، تمام، في فلاشات بتبقى زي اي بي ملف واحد بتضغطها من هنا، وفي ملف البي اي تي هنا، وملف البي ال والاي بي والسي بي. طبعا البي ال ده خاص بالبوت وكده، وملف تقسيم الذاكره اللي هو بيصلاح برضه، والملف اللي هي الفلاشه كامله اللي فيها السيستم والنظام، وهنا ملف السي بي ده اللي هو خاص بالشبكه نتورك، وده ملف السي اس سي ملف اللغه، وده يوزر يو اس اي ار يوزر، ده ملف اليوزر. طبعا في فلاشات بيبقى الملف ده زي مسح بيانات او حاجه زي كده. وطبعا لو ضغطت على الثلاث نقط هنا، طبعا الفلاشه بتبقى بالشكل ده، بتبقى مثلا انت اخترت فلاشه كذا ملف وعايز تفلش ملفات معينه، عايز تفلش فلاشه معينه تشيل علامه الصح كده، تمام، وتعمل تعديل، تعمل تعديل وتعمل حفظ لو عايز تحفظ الملف ده. مش عايز تحفظ خلاص، انت بتعمل تعديل. يعني انا مثلا عايز افلش ملف بوت ريكفري سيستم واشيل علامه، طول ما انت معلم علامه الصح كده هيفلش الملفات. شلت علامه الصح كده من على مثلا ملف الايه البوت اللي بيخلي الجهاز يقطع مثلا، وتعمل تعديل كده الجهاز هيبدا يفلش الملف ده بدون ملف البوت. شفت، خد بالك هو اختفى ازاي. بس هي الفكره يعني بشرح لكم كنظر، يعني بيظهر لك ملفات كتير طبعا، بوت وسيستم وريكفر وكده. انت عايز تفلش بوت ريكفري سيستم، بتعلم عليهم صح والباقي ما تعلمش عليه، وتضغط تعديل. تمام، دي فكره ازاي تفلش الملف ده، الفلاشه عامه يعني، وعشان الجهاز ما يفصلش منه. طبعا لو فلاشه كمثال خدتها كوبي من بره، كوبي كده عملتها كوبي، بتضغط على الايقونه دي كده بتعمل لصق هنا اوتوماتيك. تمام، هنا الجيتاج ده بيعمل عملية إصلاح اللي جيتاج أول خانة وتاني خانة. لو دخلنا على أول خانة كده، خد بالكو لأن أنا كنت شرحها قبل كده، اللي أنا كنت شرحها قبل كده، وبتختار الجهاز هنا بس عن طريق الليدر، عن طريق الليدر. تمام، وبتختار بتعمل ريد هنا، بيعمل ريد للجهاز، وبتختار ملف، في ملف احيانا بتختاره عشان يفك لك الرمز اجهزه الاوب، كنت رافعه قبل كده الملفات ديت، وبتبدا تختار تفليش الملف ده، يظهر لك البيانات هنا الجهاز ثلاث ملفات كده، ويبدا يحذف لك الرمز. بس طريقه الليدر كنت رافعها برضه عندكم في القناه، ونفس الاداه دي كنت رافعها. تمام، بس شرح كامل عشان ايه ما اطولش في الشرح. إيه لو دخلنا عليها تاني القائمة التانية نشوف برضو نفس الفكرة برضو اهي، بس ده زي اصدار تاني ممكن اهو، خدوا بالكو بيعمل سيت ال اف ار بي. تمام اهي، يعني هو ضاف ده ميزة تانية، اصدار تاني بيعمل حسب. يعني لو الاصدار التاني اهو، ده الاصدار القديم هتلاقي مفهوش الميزة دي. تمام، ده الاصدار التاني اهو ضاف لك ميزة حذف الباسورد، تمام، وحذف ال اف ار بي من دون ملفات، بتعمل ريد بس. تمام، على الليدر. وطبعا لما تيجي توصل الجهاز بتوصل من غير بطارية، طالما موصل الليدر علشان البطارية ما تحرقش الليدر اللي انت موصله. هنا بقى ملفات خاصة بال، يعني زي هقول لك ايه، لما يبقى في ثغرة بيفتح لك ثغرة الباركود. في اجهزة كده لما بتيجي زي الهواو او اجهزة معينة كده بتفتح لك الباركود اثناء فتح حماية الاف ار بي اللي هي الثغرة، يعني بتفتح الباركود، تلقط الكود ده بيفتح لك المتصفح، يفتح لك اليوتيوب، يفتح لك جوجل، يفتح لك اي موقع من دول. تمام، وهو زي ما انتم شايفين بيشرح لك العمليات اهي، اهو استخدام العمليات زي اجهزه لينوفو اهو، بيقول لك انت بتجيب القايمه دي ازاي، اهو قايمه الباركود، يعني هو شرح لك البرنامج اهو في اجهزه برضو تانية، خدوا بالكو. يعني هو عمل لك كده مجموعة من الأجهزة أو موديلات من الأجهزة أهو. تمام، هنا لو أنت عايز اللغة كان عربي إنجليزي، هو عمل لك لغات كتيرة زي ما أنت شايف.
ده ملف تعديل او بتعدله او بتعمله من لفك حماية ال MDM او لصناعة ملف من خانة ال BL، بس بتختار الملف من الخانة ديت وتعدله، تختاره من هنا وتعدل. هنا بقى ملف يعني بيحول لك الفلاشة، لو صيغة ملف مضغوط بيحولها لك MD5، وهنا بيعدل او بيعمل لك من خانة ال CSC ملف ال PIT. وهنا ثغرة الاتصال، بتحط شريحة ويبدأ تعمل ثغرة اتصال، التليفون يجي لك كأنه بيتصل كده، تبدأ تفتح ثغرة الاتصال. هنا بيعمل ملف ADB، بيعمل ملف ADB، صناعة ملف ADB. بس بتحط ملف ايدي، اختار الملف عشان يبدأ، تختار الفلاشة يعني، هو بتضغط هنا عايز ملف بي اي تي، تحط ملف فلاشة كاملة، هو بياخد منها الملف البي اي تي. تمام. وبعد كده خانة زي ما انتم شايفين كده، الريست ده زي بيعمل ريست للملفات اللي انت اخترتها. تمام، زي الاودن، زي الاودن العادي كده. تمام، فتحة المتصفح. تمام، للموديلات ديت، طبعا الموديلات الموجودة ديت اللي هي محطوطة دي اهي، يفتح لك ثغرة المتصفح ويفتح لك الموقع اللي انت عايزه، موقع سامسونج، الاعدادات، عن طريق الواتس زي ما انتم شايفين كده. تضغط هنا كده ويبدأ يعمل حل المشكلة دي. هنا بيعمل اصلاح للمشاكل اللي هي بتواجهك لو ما فتحلكش المتصفح. وهنا اللغات زي ما احنا متعودين، بس طبعا عشان تفتح الواجهة ديت قبل ما تفتحها بتبقى تفتح الواجهة دي، وبعد كده توصل كابل اليو اس بي. تمام، وتضغط هنا ستارت عشان ما يظهرش اخطاء. تمام، ولازم تبقى فاتح واي فاي، وكاتب لك هو زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى قائمة ال ام تي بي فاكتوري سيت. ايه الميزة دي بقى؟ ديت لو عندك جهاز من الاجهزة الاصدارات القديمة وعايز تعملها ضبط مصنع والزراير فيها مشكلة، هتضغط ضغط الزر كده والجهاز شغال، والجهاز عليه باسورد وشغال، هيعمل لك ضبط مصنع للجهاز، هيدخلك على ريكفر اوتوماتيك ويعمل لك مسح للبيانات. هنا بيدخلك في وضع الداون مود، يعني ايه؟ يعني الجهاز بيبقى شغال تضغط عليه ضغطة واحدة يدخلك في وضع السوفت وير عشان لو الأزرار فيها مشكلة. هنا بيعمل لك ريد انفو ام تي بي، الميزة دي جميلة جدا، يعني الجهاز يبقى شغال يجيب لك بيانات الجهاز، يعني الجهاز واقف على الجيميل واقف شغال معاك، تضغط ضغط الزر واحدة يجيب لك بيانات الجهاز ده، ايه الفلاشة اصدار كام، كل حاجة من بيانات الجهاز. هنا بيعمل ريسيت اف ار بي في وضع الادي بي زي ما انا شرحته قبل كده، لازم تفعل فلاش ادي بي او ملف بتفلشه، يفعل لك الادي بي وبتضغط يبقى الجهاز شغال معاك، وتدي سماح عن طريق الرساله هتجيلك على التليفون، بعد كده تتخطى عن طريق ضغط الزر هنا كانك بتفلش فلاشه كومبينيشن، نفس الكلام برضو، تضغط ضغط الزر هنا بيفك. هنا بيعمل لك خروج في وضع الداون مود، يعني انت دخلت الجهاز في وضع الداون مود، وضع السوفت وير بيعمل خروج منه من ضغط الزر هنا. تمام، زي ما انتم شايفين كده الاداء جميله جميله، ما فيهاش اي مشاكل. وطبعا دي السمزات بتاعت الجهاز، الاداء يعني، نشوف المميزات بعد كده ايه تاني. طبعا زي ما انتم شايفين كده خانه الام تي كي والسبريد، دي الخانه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي بس سايبينها في الاخر، اللي هي مميزه اللي هي بتفك حمايه الاف ار بي لموديلات كثيره. تمام، طبعا ست ام دي 5 دي زي ما انا قلت، اللي انت بتحول الفلاشه بصيغه ام دي 5، بس الفلاشات اللي هي ايه غير رسميه، يعني ممكن الفلاشه غير رسميه بضغط الزر هنا كده هتحولها لك ملف رسمي. تمام، ودي زي ما انا قلت اللي هي الام تي كي، دي اخر حاجه هنشرحها في البرنامج الاوديو الاسلامي عشان ما اطولش في الشرح، هنضغط عليها بالشكل ده كده. تمام، طبعا انت لما بتفتحها بتحتاج ان انت تثبت ملفات، بس في الاوديو الاسلامي طبعا اتثبتت زي ما انت شايف كده، قائمة ايتل وادي الموديلات كتيرة اهي. طبعا استخدام الموديلات دي ازاي او التبويد بتاعها ازاي، اللي انت تدخل الجهاز في وضع
المود، يعني كان جهاز مطفي خالص، بس هتضغط على زر تعلية الصوت وخفض الصوت عشان يبوت معاك في وضع ايه السبريد، معالج السبريد. تمام، يعني اخترنا كده بيظهر لك رقم المعالج، يعني هو عامل لك شغل عالي اللي انت حتى رقم المعالج بتعرفه. هنا بتثبت التعريفات، وهنا بيعمل ريسيت اف ار بي، يعني بتثبت تعريفات السبريد، وهنا بتعمل ريسيت اف ار بي. تمام، وهنا بيعمل لك ستوب ريسيت لو انت عايز توقف اي حاجه. تمام، اهو هنا بيطلب منك ان انت تدخل الجهاز، وهنا كده فينيش بيعمل ستوب، يعني بيوقف لك اي عمليه انت بتعملها. تمام، الانفينكس نفس الكلام، بيعمل تختار الموديل اللي انت عايزه، اجهزه الانفينكس، وتدخل الجهاز مغلق. ممكن تضغط على زر تعلية الصوت، وممكن تجرب ان انت تفصل الجهاز خالص وتوصل كابل اليو اس بي فقط، وتضغط ريسيت اف ار بي، وهنا توقف العمليه. وكندور نفس الكلام، الاجهزه ديت تختار الموديل نفس الكلام، اي موديل انت عايزه، وتغلق الهاتف. نفس الكلام في تكنو، نفس الكلام في بقيه الموديلات عشان ما اطولش في الشرح. بتعمل ريسيت اف ار بي، يعني دي بتفك حمايه الاف ار بي والجهاز مغلق. والاوبو نفس الكلام اهو، الاوبو اي 12، طبعا الاوبو مختلف شويه. هنا بيعمل يوزر داتا، بس اتعلم هنا وتختار ملف ال كده، انت بتبدا تختار ملف الدي اي. تمام، لو هتستخدم ملف الدي اللي موجود في الاود الاسلامي. طب تمام، بس عشان تفك حمايه الاف ار بي او تعمل فورمات، تمام، لازم تفك حمايه المعالج. تمام، لازم تفك حمايه المعالج. هنا بيعمل ايقاف للعمليه، يعني تختار اي موديلات من الموديلات دي كده، اي 1 كي الموديلات، طبعا في موديلات كده زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام، هنرجع لورا خالص كده وتفك حماية المعالج، تفك حماية المعالج اهو. تمام، بس هنثبت الملف ده ونرجع نكمل الشرح. طبعا عشان تحمل الأداة ديت هتحملها من رابط خارجي، وهنشغل الأداة من رابط خارجي. تمام، يعني بناخد كوبي كده ونخش على المتصفح، نعمل داونلود للبرنامج اهو كده بالشكل ده كده، ونحمل الملف. طبعا انا محمله قبل كده. تمام، دي هتفكنا حماية المعالج زي اداة الام سي تي، يعني انت ممكن تستخدم اداة الام سي تي اهو. هنفك الملف المضغوط بتاعها كده اهو، هتبقى بالشكل ده كده. جهازك انت لو 32، يعني لو جهازك انت 32 هتشغل 32 اهو، خدوا بالكو ده 32 و64، انا جهازي 32. تمام، عايز تتأكد انت جهازك ايه، بتعمل كليك يمين عليه كده بروبرتز وتشوف جهازك. لو مكتوب 32 خلاص يبقى انت جهازك 32، وهتختار التعريفات 32 او اي حاجة 32 عامة يعني هتستخدمها اهو. فتحنا الواجهة بالشكل ده كده، ظهر لنا بالشكل ده كده جهاز 32 بت اللي انا هستخدمه. هعمل كليك يمين تشغيل كمسؤول، ونفتح اداة الام سي تي عشان نفك حماية المعالج للاجهزة ديت عشان الجهاز يقبل معاك. تمام، هنرجع للواجهة اللي قبل كده. تمام، يعني ده بيخليك تحمل برنامج خارجي عشان الناس ما تتلخبطش. تمام، انا مثلا كمثال هنفتح واجهه حمايه المعالج، ونغلق الهاتف، ونضغط على زر تعليه الصوت وخفض الصوت. بس قبل ما نضغط على زر تعليه وخفض الصوت، تمام، قبل ما نضغط على الازرار، يعني هنبدا نثبت التعريفات الاجهزه الاوب اهو. هنضغط كده كده بيبدا ايه يثبت الملفات. لو ضغطنا هنا كده هيبدأ يفتح لنا واجهة تثبيت برضو، دي تثبيت أجهزة الأوبو أهو، نفس فكرة أداة الـ MCT اللي أنا كنت رافعها في القناة لفك حماية المعالج. فكة حماية المعالج ده بيدخلك الجهاز في وضع المود كأنه قاطع خالص عشان يبوت معاك ويقرأ USB، دي فكرة البرنامج. استنى لما يخلص، وبعد كده نثبت التعريفات التانية عشان نكمل شرح الأذن الإسلامي.
هيجيلك الرسالة دي، تضغط انستول. ده تثبيت تعريفات أجهزة الأوبو، مش أجهزة الإنفينكس. أجهزة الإنفينكس بتثبت تعريفات اللي هي الـ MTK، وموجودة عندكم في الأوديو الإسلامي. وكل أي بني آدم مثلا عنده جهاز كمبيوتر وشغال في السوفت وير، ما أظنش هيكون مش مثبت تعريفات الـ MTK ولا الإسبريد، يعني كله مثبت. أهو هثبت التعريفات دي بالظبط كده. كده قربت تخلص اهي. طب احنا بنثبت التعريف كامل علشان ما يظهرلكش اخطاء اثناء فك حماية المعالج. معلش الشرح مطول، بس عشان اوصل لكم المعلومة صح. خلصت معانا اهي. بعد كده التعريف اللي احنا بنتكلم عليه، تعريفات اللي هي بتاعت الأداة عشان يقرأ معاك، وتعريفات باقي التعريفات لأجهزة الأوبو. اه طبعا التعريف ده هتشوفوه دلوقتي هتعرفوه. اه اللي هو بيثبت 5 تعريفات. واحد هيقول لي افترضنا التعريف ده موجود عندي بالشكل ده، موجود عندك تتأكد احذفه خالص كده وثبته من جديد عشان ما يظهرش أخطاء. اهو وارجع تاني ثبت على أول تعريف كده، انستول اوكي. التعريف اللي بعده زي ما يظهر لك 5 تعريفات 4 تعريفات، ثبت زي ما انا بثبت كده. اه واللي بعده تمام، واللي بعده ده كمان. يبقى كده ثبتنا ال5 تعريفات الموجودين عندي. بعد كده اعمل خروج. اول ما اضغط ستارت هنا بقى، وهنا ستوب لو عايز توقف الاداه. اول ما اضغط ستارت هنا هتبدا توصل الجهاز وهو مغلق، بس هتضغط على زر تعليه الصوت وخفض الصوت، وروح ضغط ضغط الزر على طول مع بعض. يعني اول لما الجهاز يبقى مغلق هتضغط على زر تعليه الصوت وخفض الصوت، توصل كابل اليو اس بي، تضغط مباشره على ستارت. هيروح قابل معاك ويبدا يقول لك استخدم فلاش تول او استخدم اي حاجه، او عايز تستخدم اداه ام سي تي براحتك. لو انت شغالها معاك ما فيهاش مشاكل استخدم عادي. يبقى انا اختار اي جهاز من ده كده بعد ما فكيت حمايه المعالج، واضغط ريسيت فك حمايه الاف ار بي. طبعا احنا مش محتاجين فك حمايه الاف ار بي، بنعمل نجمه شباك 812 شباك، او نجمه شباك 813 شباك، وبيتخطى الواجهه خالص، وبنفتح اللغه من الصيني للغه العربيه. خلاص احنا تخطينا حمايه الاف ار بي تمام. احنا بنحتاجها في الفورمات، نحتاجها في الفورمات دي برضو. بعض الاجهزه اهو موديلات كمان، اجهزه تانية هي اجهزه صيني نفس الفكره برضه، دخلوا جهاز مغلق وتبدا تتخطى الحمايه. هنا بيعمل ريسيت للاجهزه دي، يعني عامل لك ايه كوكتيل كده، ايسر على اركاتيل، على انت بتدور على الاجهزه اللي مش متوفره في باقي الموديلات. هو عامل لك تشكيله زي ما انتوا شايفين كده، وتختار الجهاز من دول. طبعا في موديلات كتيره زي ما انتوا شايفين كده، طبعا دي شامله ان كان سبريد ولا اي حاجه. واحد هيجي يقول لي طب انا اعرف التبويب بتاع الجهاز ده ازاي؟ من عن طريق جوجل. هتكتب الموديل الجهاز وتشوف المعالج بتاعه ايه، انت هتفهم المعالج بتاعه ايه. الاجهزه السبريد تضغط على زر تعليه الصوت وخفض الصوت وهو مغلق، بيقرا معاك السبريد ويبوت معاك. اجهزه الليمتيكي بيبقى الجهاز مغلق. اجهزه الكوالكوم ان كان تيست بوينت، او تضغط على زر تعليه الصوت وخفض الصوت برضه بيقرا معاك كوالكوم تمام. بس ما فيش حاجه صعبه في الشرح اهو، دي موديلات كتير اهي. و ال جي كمان، يعني ضايف لك كمان اجهزه ال جي وباناسونيك. طبعا ال جي فيها، يعني في ناس بتشتكي من ال جي ما بتفكش معاها الحماية، فهو ضاف لك كمان ال جي ولافا واجهزة تانية كتير. بس عشان ما اطولش في الشرح زي ما انتم شايفين اجهزة كتيرة جدا. بيعمل ست اف ار بي في ثواني بضغطة زر واحدة. يبقى احنا كده شرحنا الاود الاسلامي كامل، والبرنامج اللي انا شايفه الصراحة برنامج يستاهل اللي انا اشتريه، برنامج مفيد لأي فني مبتدئ يستخدمه في شغله تمام. كابتداء ان انت قبل ما تشتري اي دونجل، يعني ممكن تستخدمه قبل ما تشتري اي دونجل. في كل مميزات، يعني الاجهزه اللي بتجيلك فك حمايه الاف ار بي هتفكها عن طريق الثغره، بتفك جميع الثغرات تمام، حتى الثغرات الصعبه اللي الاودن الاسلامي بيفكها تمام. يعني عامل لك كل حاجه تتخيلها في برنامج واحد تمام، وفي نفس الوقت بسعر قليل و17 دولار، ولو في تحديث قادم
هيحدثهولك بدون مقابل، يعني مش كل مثلا تحديث نازل هتدفع فلوس تاني، لا مفيش الكلام ده. هو عامل زي اجر رمز زي ما انا قلت عشان يطور في البرنامج، يعني عنده ساعده الراجل ده يا جماعة اللي هو يطور في البرنامج عشان يبقى الافضل. وانتوا عارفين شفتوا المميزات بتاعته اهي، وقارنوها باي دونجل تاني وشوف الفرق، وقارنوه باي سعر دونجل تاني وتحديث اللي هو كل سنة بتحدث بكام، وقارنوه وشوف الفرق. لو عاجبك اشتريه او فعله، مش عاجبك براحتك برضه، حاجة دي ترجع لك. بس طبعا قبل ما نقفل الحلقة بتاعتنا، اللي عايزه منك لو انت مش مشترك في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس واعمل شير لاصحابك عشان غيرك يستفاد. ولو في اي حاجة وكده في الشرح هتكتب لي في التعليقات تحت وانا ارد عليك بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.